مرحبا وأهلا فيكم بفقرتنا شبه اليومية للحديث عن تاريخ سوريا المعاصر. ب14 كانون الثاني عام 1952 أصدر الرئيس المعين فوزي سلو قرار بحل الأحزاب السياسية في سوريا. ليش كان في أحزاب سياسية؟ بحسب هالكتاب اللي صادر عن منشورات دار الرواد بخمسينيات القرن الماضي بيقول إيه كان في أحزاب معرفيهم يلي هن الإخوان المسلمين، البعث، التحرير العربي، التعاوني الاشتراكي، السوري القومي الاجتماعي، حزب الشعب، حزب الشيوعي، عصبة العمل القومي والحزب الوطني. حلهم لهالأحزاب بيقولوا ما عدا حزب السوري القومي الاجتماعي لأن كان مقرب من أديب الشيشكلي اللي كان هو الحاكم الفعلي. لازم نعرف أنه نحن بعد الجلاء يلي هو ب17 نيسان 1946 كان في رئيس منتخب يلي هو شكري القوتلي. صار أول انقلاب عسكري على الحكم أو على الرئيس المنتخب ب 30 آذار 1949 من خلال الضابط حسني الزعيم اللي ما طول كتير بالحكم. صار الانقلاب الثاني بنفس العام 1949 ب 13 آب من خلال ضابط آخر يلي هو سامي الحناوي، أيضا ما طول كتير ب 19 كانون الأول من نفس العام 1949 صار انقلاب الأول والثالث هو لأديب الشيشكلي يلي ما نصب فورا حاله رئيس على جمهورية مع أنه مثل أنه كان الحاكم الفعلي، كان هو صاحب النفوذ الأكبر بسوريا، وإنما أبقى على هاشم الأتاسي كرئيس للدولة. طبعا صار في حاول هو يسيطر، من خلال السيطرة كان لسه الحكم المدني في حالة يعني يقاوم لا ينفذ ما يملى عليه تماما. صار في إشكال بين أديب الشيشكلي والحكم المدني وعمل الانقلاب الرابع. يعني أديب الشيشكلي صاحب انقلابين، الانقلاب الرابع في 29 تشرين الثاني عام 1951 بعد بأيام عين فوزي سلو كرئيس للدولة وظل هو يحكم من خلف الستار. طبعا موضوع الانقلابات في سوريا لحتى نفهمه تماما هذا الموضوع يعني يطول الحديث فيه مو موضوعنا اليوم، ولكن لازم نعرف انه بعد الحرب العالمية الثانية كان في حالة استقطاب دولي. حتى الحلفاء يلي كانوا هن انتصروا الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، صار في نزاع بيناتهم على تقاسم النفوذ في كل مناطق العالم، لأن يعني كان لساتنا بفترة الاستعمار المباشر كان فرنسا وانجلترا يعني بالحرب العالمية الثانية متواجدة بشكل مباشر بكتير من المستعمرات والبلدان. الولايات المتحدة كانت هي قوة ناشئة وكبيرة فما ناسب الوضع، صار في إعادة قسمة للنفوذ، وكانت سوريا من أحد الدول والمناطق المتنازع عليها. مثل العادة كان في قوى إقليمية مرتبطة مع قوى خارجية، يعني بالشكل الأساسي كان عندنا محور الأردن العراق، كان عندنا محور السعودية مصر، والانقلابات كانت هي بين هالمحورين، يعني رئيس بدعموه المحور الأول، رئيس بدعموه المحور الثاني، وأديب الشيشكلي كان مدعوم من قبل مصر والسعودية، وبيقولوا أنه كان مدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية كقوة دولية. الحقيقة ما طول أديب الشيشكلي كثير بالحكم، أيضا عام 1954 صار في انقلاب عليه وغادر وهرب يعني وغادر إلى البرازيل. يلي بدي أقوله أنه بما يخص الموضوع الأساسي اللي حكينا فيه، طبعا هذا كان لابد من هالخلفية، أنه كان قانون حل الأحزاب هو الضربة الأولى للحياة الديمقراطية، يعني اللي هو صار ب14 كانون الثاني 1952 من خلال مرسوم لفوزي سلو قال لي كان وراه هو أديب الشيشكلي، كان الضربة الأولى للحياة السياسية. صحيح بعد ما راح أديب الشيشكلي عادت الحياة السياسية بشكل أو بآخر، ولكن ظل العسكر نفوذ كبير بهديك الفترة، وكانوا هن مثل ما حكينا بتسجيل الماضي هن يعني لهم الأثر الأكبر أو الدور الأكبر بإنجاز الوحدة مع مصر يلي ممكن نعتبرها هي كانت الضربة القاضية للحياة الديمقراطية في سوريا. هذا كل شيء بدي أحكيه اليوم، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.